معلومات أكثر مع عبد الرزاق الطالب رئيس دائرة الزراعة في إدلب، هو معنا من سرمدة. صباح الخير. أستاذ صباحك يا رب. صباحكم بالخير. أهلا وسهلا فيك. كيف كان موسم الفستق السوداني بإدلب هاي السنة، خاصة أنه تعتبر زراعة جديدة على المنطقة؟ طبعا هو من الزراعات الجديدة اللي تدخل في المناطق المحررة أو مناطق الشمال السوري. انتقلت هذه الزراعة مع دخول لأخوان زارعين من مناطق النزوح أو التهجير، حيث كانت تقتصر زراعة هذا المحصول على مناطق أرياف حماة، حمص. بدي عزبك وأطلب منك تقرب شوي السماعة لعندك حتى أقدر أسمعك بشكل أوضح، وأيضا حتى المشاهدين يسمعوك بطريقة أوضح. تفضل. تمام الصوت؟ هيك أحسن. تمام. طبعا الفستق السوداني ادخل الى سوريا في عام 1922. اقتصرت زراعته سابقا على مناطق ارياف طرطوس، تل كلخ، ثم انتقل الى حمص، ثم انتقل الى ارياف حما. مع حملات التهجير التي قامها بالنظام خلال السنوات السابقه وانتقال اغرب وتهجير اغلب المزارعين الى هذه المناطق، انتشرت زراعته واصبح زراعته جيده في مناطق الشمال السوري المحرر. حلو. تقريبا بال 2015 يمكن دخل على المنطقه. تمام. مع حملات التهجير الأخيرة التي قام فيها النظام، أغلب المزارعين الذين كانوا يزرعونها في مناطق سكنهم سابقا، مع حملات التهجير انطلقت زراعته في هذه المناطق. نعم. طيب ما بتعتقد أنه إدخال زراعة جديدة بعد ما تهجروا الناس من بيوتهم أماكن سكنهم لمنطقة جديدة وزرعوا الفستق السوداني ممكن يكون مجازفة؟ هل تم دعم المزارعين حتى يقدروا يخطوا هاي الخطوة؟ طبعا هو من الزراعات البسيطة التي لا تحتاج إلى تعقيد في زراعته. يعني تقتصر عملية الخدمة على تجهيز الأرض للزراعة، زراعة بزور الإصافية قليلة. يعني الحكومات بالعموم، الحكومات التي ترعى المحاصيل الاستراتيجية لا توجه أي دعم لهذا المحصول الاستراتيجي يخدم الأمن الغذائي. لذا للأسف في تقطيع عمليات الدعم عليه من خلال ما وصلت الفكرة. الدعم عفوا يقتصر على ماذا؟ للأسف فصل الاتصال من المصدر. أستاذ عبد الرزاق عم تسمعنا؟ رجع معنا. طيب من بين ما يرجعوا الزملاء يتصلوا بضيفنا حتى نحكي أكثر عن الربح هاي السنة وعن هاي الزراعة اللي فعلا يعني قالوا المزارعين أنه تكاليفها منخفضة. تكاليفها منخفضة وتسويقها يمكن سريع وبأسعار جيدة، وبالتالي هذا سبب إقبال المزارعين عليها. وكما ذكر مراسلنا إبراهيم السويد أنه في هكتارات كبيرة زرعت بهذه المادة. أستاذ عبد الرزاق صرت معنا؟ تمام. تفضل. كنا عم نحكي أنه هذه الزراعة لا تحتاج إلى كثير مقومات، يعني التربة فقط تجهيزها، وبالنسبة للماء والمبيدات هل يعني بدها سقاية كثير ولا لا؟ طبعا محصول الفستق السوداني هو من المحاصيل الصيفية. تمام. يحتاج إلى عملية الري من بداية الزراعة حتى انتهاء موسم الزراعة. طبعا يحتاج إلى تربية طينية رملية وخفيفة، لا يحتاج إلى تربية ثقيلة متماسكة كون الثمار تكون في بالأسفل في التربة في التربية. طبعا تمام. طبعا التربية يحتاج إلى ري منتظم، لأنه زيادة الري والتربية الثقيلة تسبب تعفن الثمار خلال الإنتاج. طبعا متطلباته الأساسية هي ري متوازن بالإضافة إلى حرارة الجو كونه من المحاصيل الاستوائية البقولية الاستوائية التي تلائمها ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى يحتاج إلى ري منتظم ومتابعة بالنسبة لعملية التسميد والمكافحة حتى يصل إلى الإنتاج. على أغلب هذا سبب إقبال المزارعين على زراعة الفول السوداني، الفستق السوداني. الفول السوداني. طبعا الإقبال هو بسبب تنوع الأهمية الاقتصادية لهذا المحصول، حيث يدخل في العديد من الصناعات
المصنعات سواء الحلويات المأكولات الشعبية كتزيين، بالإضافة إلى المكسرات، بالإضافة يمكن استخدامه في استخراج الزيت عن طريق عصر السمار، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام نواتج السمار بعد العصر كتفل للحيوانات، كذلك الأمر يمكن استخدام زبدة الفول السوداني كتغذية للأطفال حيث تستخدم في الأطفال التي عندهم عالية بالأجسام وعالية بالفيتامينات. كذلك الأمر هي فعلا ربح كان كبير هاي السنة، هاي السنة كتير منيح من الفستق السوداني، وأيضا تم تأمين فرص عمل لكتير من الأشخاص الموجودين بالمنطقة حتى يقوموا بحصاد الفستق السوداني. طبعا هو من المحاصيل التي تحتاج إلى خدمة عمالي بشغل عمالي جيد. تم تقدير الانتاج لهذا العام بمتوسط 4.5 طن لكل هكتار، يعني 450 كيلوغرام للدنم. يباع اليوم الكيلوغرام الواحد من 0.70 سنت الى 85 سنت ماكسيمو، يحقق عائد جيد للاخوه المزارعين، خصوصا انه من المحاصيل اللي ذكرنا انه هي المحاصيل الصيفيه التي تكون الاراضي شاغره، وخصوصا مع دخول انظمه الطاقه الشمسيه اصبحت المياه مجانيه، بالاضافه الى تجهيز العديد من المشاريع الري التي قامت بها وزاره الزراعه والري في منطقه الروج والغاب، اصبح ادخال هذا المحصول يحقق نفع جيد للاخوه المزارعين. استاذ عبد الرزاق، ختاما، هل في خطه لتوسيع رقعة زراعه الفستق السوداني السنه القادمه؟ طبعا في هذا العام تم دعم المحاصيل الزيتيه كالقطن ودوار الشمس وفول الصويا، يمكن كمحصول زيتي نعتبره كمحصول زيتي ان يشمل الدعم لهذا المحصول في الاعوام القادمه. لكن التركيز حكومات يقوم تركيز حكومات يكون الدعم على المحاصيل الاستراتيجيه التي يحقق امن غذائي للمنطقه كالقمح وغيرها من المحاصيل. شو بتسموا عنكم بالمنطقه؟ فستق. هو يسمى فستق سوداني او فستق العبيد. عبيد نحن بنسميه فستق العبيد. بالساحل السوري عبيد بس. نحن كمان بنقول فستق سوداني او عبيد، اثنيناتهم يعني يجوزان. شكرا لك عبد الرزاق طالب رئيس دائرة الزراعة في إدلب. بالحلبي فستق عبيد. عبيد هي يعني حلو هذا الجمال والتنوع باللهجات السورية، يعني عبيد ولا سوداني، لكن ما في أطيب من الفستق السوداني أو حتى الفستق الحلبي. عن جد جميلة خيرات بلادنا، نشكرك لأنك طبعاً شاركتنا صباحنا اليوم. يعطيك العافية.